الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا الصالحين، وشفع فينا نبينا وحبيبنا وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفع فينا الصيام والقرآن والقيامة يا رب العالمين، واشفع فينا برحمتك يا أرحم الراحمين، فأنت رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، نحن والدينا وذريتنا وأحبابنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من مكر بالمسلمين امكر به، ومن أراد بالمسلمين سوءا فخذه فإنه لا يعظم عليك. يا رب العالمين لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب العالمين أسلمنا إليك وأنبنا إليك ووثقنا فيك وفوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. يا رب العالمين أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من يصدق أن هذه الليلة التاسعة في رمضان، وكأن رمضان اضطرب الأمس، عشان تدرك أن اللحظات بتفر منك دون أن تدرك. رمضان هيخلص خلص، كل شيء طالما له بداية يبقى إيه؟ يبقى فناءه معه، نهايته معه على طول. مجرد يبتدي يعرف إن النهاية معه، وعلى شكل كده اختنس هذا. ما نعرفش رمضان اللي جاي ده هيجي لنا ولا لا. ورسول الله كان يقول لنا إيه؟ صلي صلاة مودة، يعني كل عبادة تعملها اعتبرها إنك أنت بتودع بيها الدنيا. إذا كانت صلاة هتودع بيه، إذا كان رمضان هودع رمضان، مش هيجي لي رمضان تاني، إذا كان حج مش هحج تاني، إذا كان ختمة قرآن مش هختمه تاني، وهكذا. كل حاجة لما تشعر إن دي آخر حاجة هتعملها، المفروض إنك أنت تطلعها بقدر الإمكان على أعلى وجه من الحضور ومن الإخلاص ومن الإقبال بدون ملل. فربنا إيه يكرمنا ويرزقنا الهمة. من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري، المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء المصنفات وشراح الدارين آمين. بالأمس قرأنا الحديث الطويل، حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه، وهو الحديث 19 بعد المئة، وهو يعتبر من أطول الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وذكره في عدة مواضع في الصحيح. واليوم نقرأ تعليق سيدنا أبي جمرة على هذا الحديث، وهو تعليق طويل يبدو أننا حنقعد فيه عدة أيام. يقول رحمه الله:
ظاهر الحديث يدل على براءة عائشة رضي الله عنها مما تحدث به فيها، لكن قد يرد عليه اعتراض وهو أن يقال براءتها قد علمت من كتاب الله عز وجل، فما فائدة الإخبار بذلك ثانيا؟ يعني احنا عرفنا براءة ستنا عائشة، طب وليه لازم ستنا عائشة تحكي لنا الحديث الطويل؟ فما براءتها في القرآن خلاص انتهيت بريء، لكن في فائدة مهمة ستنا عائشة فصيحة فاهمة ان هي ممكن تكون بريئة، لكن طب ايه المسوغ اللي خلى الناس تفكر في هذه الحادثة اصلا تخطر في بالها؟ هل هي كانت تصرفت تصرف في ريبة فجعل الناس يختلقوا هذه الحادثة؟ يعني هل هي من اهل الريب ام لا؟ فهمت؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريبك الا ما لا يريبك، انت ممكن تكون بريء بس تتصرف تصرفات فيها ريب، الناس تشك فيك انك عملت وانت ما عملتش، تبقى انت بريء امام الله لكن امام الناس من اهل الريب. وعلى شكل سيدتنا عائشة ارادت انها توضح الموقف بالتفصيل، ايه هي الحالة اللي هي جعلت هذا الموضوع والافك ده يخطر في بال الذين يبغضون النبي اصلا؟ هل بسبب سوء تصرف منها اصلا لان هي من اهل الريب، ولا ده كان قدر الله عليها؟ فهي عايزة تبرر نفسها من هذه الجهة، من جهة أنها لم تتصرف تصرف في ريبة. فهمت بقى المسألة؟ لأن ممكن تقول آه وربنا برأها بس هي تصرفت تصرف في ريبة، يبقى أنت كده برضو اتهمتها بتهمة تانية. لأن ممكن امرأة مثلا تكون ما بتخلش جزء بس بتتبصر بالكلام مع الرجال الأجانب، تقف تتكلم مع الرجل من دول وتضربه على صدره وتقول كلام غير ده مش يعني، وتعمل حركات مع الرجاله غريبه، واخد بالك؟ تقوم ايه تبقى من اهل الريب، لكن وانت في الحقيقه هي امراه ما خانت جوزها ولا فكرت، بس طريقتها تحيي بالريب. مش بتحصل بعض النساء كده تصرفاتهم؟ فسيدتنا عائشه تقصد ان هي تحكي لك القصه عشان تبين لك ان هي ليست من اهل الريب اصلا كمان، يعني هي بريئه وليست اصلا من اهل الريب. فهمت بقى المساله؟ فدي نقطه مهمه يعني ناخد بالنا منها، وملمح لطيف ليه؟ لان هيبقى سيدتنا عائشة في اتهامين فيها، اتهام انها من اهل الريبة واتهام بالافك. فهمت بقى ازاي حادثة الافك؟ طيب حادثة الافك عرفنا انها افك من القرآن، طب ناقص بقى نعرف هل هي من اهل الريبة ولا مش من اهل الريبة؟ فهمت بقى المسألة؟ فجاءت هي بقى بالحديث الطويل ده تحكيه حوالي 3 صفحات تقعد تحكي علشان تبين ان هي تصرفها لم يكن مستوجب لذلك، هي لم تتصرف تصرف في ريبة اصلا. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده تبقى برأتها من الجهتين، جهة انها ليست من اهل الريب، وجهة ايضا ان لم يحدث منها المخالفة التي ذكرها المنافقون. الجواب عنه أن القرآن إنما نزل في براءتها من نفس ما رميت به، وبقي تشوف النفوس السوء لأن يكون هناك موجب لما قيل عنها، ليريبة موجب لما قيل عنها أو سبب من أسباب ما رميت به، فيكون وقوعا ثانيا قريبا مما برئت منه. وقد اختلف العلماء في أسباب النكاح، هل هي كالنكاح أم لا؟ فعلى قول من قال بأنها كالنكاح فيكون ذلك إفكا ثانيا. يعني أسباب الزنا، هو طبعا هنا وراجل مؤدب لأنه يتكلم عن ستنا عائشة مرضاش بالزنا. فهمت إزاي؟ هو عايز يقول بلفظ فيه أدب، يقصد بالنكاح هنا الزنا، دواعي الزنا والوقوع في الزنا لها مقدمات. فهمت إزاي؟ إن تجد امرأة تخضع بالقول وتخضع بالفعل وتجد رجل متجرد. فهمت ازاي؟ علشان الزاني لا ينكح الا زانيه، ما هو القران بيقول لك الزاني لا ينكح يعني لا يزني الا بزانيه، فهو جاب النكاح هنا لان القران جاب الايه معنى الزاني لا ينكح الا زانيه. فهمت؟ يبقى اقصد بالنكاح هنا الزنا المحرم. فبيقول لك ان اسباب الزنا لابد ان تكون له مقدمات، فهل ستنا عائشه كانت بتعمل المقدمات دي اصلا ثم هي لم تفعلها؟ زي ما بعض النساء تتبسط مع الرجال كما ضربت لك بالمثال وهي لا تفكر في الزنا اصلا، لكنها ست كده هي متبسطه مع الرجال
طول ما تترصد مع الرجال تبقى موضع اشاعات وموضع ريبه، وان كانت هي يمكن بريئه. فهمت بقى؟ فهل سيدتنا عائشه مع كمال اخلاقها كانت بتتبسط لصغر سنها احيانا مثلا ولا لا؟ فهمت بقى المساله؟ هذه الحكايه. فبيقول اسباب النكاح، هل هي كالنكاح؟ يعني اسباب الزنا، هل هي حكمها كالزنا ام لا؟ فعلى قول من قال بانها كالنكاح، يعني حرمه مقدمات الزنا كحرمه الزنا، لان لولا المقدمات ما وقع الزنا اصلا. فهمت؟ لا شك ان نهانا عن حتى النظره المحرمه، لان النظره هي المقدمه ثم الكلمه الخاضعه بالقول، يبقى النظره والخضوع بالكلمه دي مقدمات، ثم ابداء الزينه واظهار الزينه، كل ده حرمه الشرع الشريف علشان ما تقعش في ايه؟ في المقدمات. فيكون ذلك افكا ثانيا، فيكون هلاكا شائعا في الامه لا مخرج منه. وقد قال بعض العلماء ان من رمى عائشه ام المؤمنين، عشان كده ايه الذين يرمون المحصنات تعتبر من الكبائر رمي المحصنات، واحده اصلا عفيفه وبعدين انت عشان تصرف عملته خطا تقوم تظن فيها السوء، او ده حرام كبير. فاهم؟ تشوفها ماشيه مع راجل في طريق ضلم، يمكن الراجل ده ابنها او اخوها، فهمت ازاي؟ او عمها او ابن اختها، في 100 احتمال انها تبقى بريئه يعني. يوم انت يجي في بالك السوء يا اخي تقول ايه ده؟ ده ماشيه مع راجل غريب في طريق ضلمه، دي ست سيئه السمعه، وتقعد تحكي للجيران وتحكي للناس او دمها. يعني دي من الامور الكبائر، العظام الكبائر، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. فهمت ازاي؟ بل ربنا جعل لها حد انه يجلد كمان لو ثبت. شفت قد ايه خطوره هذا الامر؟ فيكون ذلك افكا ثانيا اللي هو ظن السوء. فهمت ازاي؟ يعني الاول يبتدي ظن ثم قول، يبقى ظن السوء افك والقول افك، الاثنين يبقى عندنا افكين اثنين، ظن وقول. فهمت الكلام؟ وعلى شكلها ايه؟ بيقول في القران ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا اذ سمعتموه تبتدي بايه؟ ظن المؤمنون بانفسهم، يبقى تبتدي الاول بالظن، وبعد كده ايه؟ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، يبقى الاول نظن الخير، ثاني حاجه ما نقولش الا الخير. فاهم؟ طب ظننا السوء وقلنا السوء يبقى وقعنا في الافكين. فهمت المسألة؟ لأن الكلمة الطيبة لا تخرج إلا من ظن طيب، والكلمة السيئة لا تخرج إلا من ظن سيء، فالظن يبدأ ثم الكلام بعدين. فهمت؟ فيكون هلاكا شائعا في الأمة. إيه الهلاك الشائع؟ ظن السوء، يبقى ده هلاك شائع، واللي احنا واقعين فيه الوقت الناس تظن السوء بعلمائها، ويظن السوق ببعضهم، ويظن السوق برئيسه، ويظن السوق بمرؤوسه، ويظن السوق بجاره، ويظن السوق باخوه، ويظن السوق بكل، ويظن السوق بزوجته، والزوجه تظن السوق بزوجها، وهكذا. اللي احنا واقعين فيه دلوقتي. هلاكا شائعا في الامه لا مخرج منه. وقد قال بعض العلماء ان من رمى عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها بشيء مما برأ الله منه انه مخلد في النار. يعني من رماها، يعني حتى ان هي كانت مظنه سوء، هي بريئة بس كانت مظنة سوء. لو في حد قال كده زي بعض طوائف الشيعة يبقى رايح في داهية، لأن بعض طوائف الشيعة برضو يظن سوء بستنا عائشة وإن كان لا يرميها، وبعض الطوائف هلكوا بستنا عائشة في الشيعة في الروافض وإيه، وحتى رموها في بأس. فهمت بقى إزاي؟ لكن الحمد لله أهل السنة بعد عن هذا في جهة سيدتنا عائشة، لكن ليس في جهة بعضهم البعض، لنقع في بعضنا البعض احيانا. قال بعض العلماء ان من رمى عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها بشيء مما برأ الله منه انه مخلد في النار. ايه هو الشيء اللي برأ الله منه؟ ان هي مظنه سوء وانها فعلت الفاحش. لا دي ولا دي. فهم؟ لا هي مظنه سوء ولا هي فعلت الفاحش.
فهمت ازاي؟ واستدل على ذلك بقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. واللعن الطرد بالرحمة، ودي علامة الكبائر. وعلى قول من قال بأنه ليس كالنكاح فيكون ذلك معرة الحكم، يعني إن مقدمة الزنا ليست كالزنا، أخف حرام صحيح بس أخف، لكنها تجلب المعرة، مش كده برضو؟ تجلب المعرة والعار. لما تبقى واحدة ست لينة هينة كده مع الست رجالة وعمرها ما زنت، تجيب العرة لنفسها والأسرة دي، فهم؟ ليه؟ من كسرة تبسطها مع الرجال اللي جانب، وده يؤذي زوجها ويؤذي أبنائها. زي مثلا واحد يلاقي أمه رقاصة، بس ايه رقاصة يعني مستقيمة من كبري للبيت ومن بيت للكبري، عمرها ما زنت، عمرها ما زنت. ممكن يوجد هذا ان تبقى في رقاصة عمرها ما زنت، بس هي ايه وظيفتها اللي بتعملها دي؟ بتجلب المعرة، لانها معرضاها لظن السوء. فهمت ازاي؟ ما ينفعش تتوظف وظيفة تبقى محل معرة وبعدين في الاخر تقول اصل انا ما زنتش. لا، المسألة مش كده برضه. الإنسان لازم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شوف كلام النبي جميل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تقول أنا والله أنا هقعد في الخمارة بس هشرب قهوة أو شاي، عمري ما أشرب الخمرة. طب ما هو الناس هتشوفك طالع من الخمارة هيقولوا إيه؟ هيقولوا كان بيشرب شاي، هيقولوا بيشرب خمرة. أنت دخلت نفسك في في معرة أمام الناس وأنت بريء منها، فيبقى ابعد. عايز تشرب شاي؟ اشرب الشاي في قهوة عادية مثلا، او في النادي او في محل عملك او في بيتك، لكن تروح تشربه في الخمارة تبقى كل الناس قاعدة بتطلب خمرة وانت بتقول له انا عايز كوباية شاي مظبوط، ما ينفعش. واخد بالك؟ يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دي نقط مهمة ناخد بالنا منها. وعلى قول من قال بأنه ليس كالنكاح فيكون ذلك معرة الحق، هو لحوق المعرة بها هتك لحرمة ما حرم الله من حرمة بيت النبوة، لأن برضه ما تظن السوء ببعض أمهات المؤمنين، ده هتك لبيت النبوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سبع لعنتهم أنا وكل نبي مستجاب، وعد فيهم المنتهك من حرمة الدين أهل بيتي ما حرم الله، وهذه مفسدة كبرى في الدين، وذلك عون للشيطان على المؤمنين فبراءتها لنفسها، لكن ذلك دين محض وبراءة للمؤمنين، كما فعلت أم سلمة أيضا في حديث الحديبية حين صدوا عن البيت وهم محرمون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا ويحلوا فلم يفعلوا، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومتغير فقالت له: ما شأنه؟ فقال عليه السلام: أمرتهم فلم يفعلوا. فقالت رضي الله عنها: إنهم لم يعصوك وإنما اتبعوك لأنهم اقتلوا بفعلك، فافعل أنت فيتبعوك. حكمة ستنا أم سلمة، أنت محرم وتقول لهم حلوا، طب ما هيتلكأوا، هم بيتبعوا فعلك، فبتقول لهم خلاف ما أنت متلبس به. فهمت؟ انت اخرج احلق شعرك وانحر هديك، هيعملوا زي خلاص انتين وتحلت الازمة. يبقى ايه لحقت ستنا ام سلمة ايه؟ ان ربنا يغضب على الصحابة لان النبي تغير عليهم، لان تغير قلب النبي ده غضب. لا، خد بالك، اما النبي قلبه يتغير على انسان يبقى ربنا غضبان عليه. يبقى ستنا ام سلمة لحقتهم، انقذت امهم، جاي ام المؤمنين فلا بد تبقى خايفة على أولادها، وهم أم المؤمنين كلهم في حكم أولادها. فهم؟ فنبهت النبي لمسألة، واخد بالك إزاي؟ علشان النبي تغير قلبه بسبب إيه؟ إنهم قال لهم خلاص حلوا بقى، فلما تلكأوا النبي غضب عليهم. إزاي أمرهم في حين ان هم عندهم لبس اخر، ان شايفين ان النبي يقول لهم حلوا لكن النبي محلش، فتلكوا عشان النبي محلش مش عشان هم بيعصوا النبي. فهمتوا بقى المساله؟
فيعني إياك تقع موقف تخلي قلب الأب أو الشيخ يتغير عليك، لأن هذا يؤدي إلى تغير حالك. فهمت بقى إزاي؟ يعني تقفش موقف تغير قلب أبيك عليك، ولا قلب أمك عليك، ولا كذلك قلب شيخك عليك، لأن ده يؤدي إلى إيه؟ تغير النعمة اللي ربنا أقامك فيها، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره بأنفسه. فيمكن ربنا سترك علشان قلب أبيك راضي عنك، أو قلب أمك راضي عنك، أو قلب شيخك راضي عنك. فإن تغيرت تغيرت الأحوال. فنأخذ بالنا من مثل هذه الملامح في الحياة، لأن الله وما كان الله يعني مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى إيه يغيروا ما بأنفسهم. فلما تلاقي النعمة زالت أو تغير حالك راجع نفسك، راجع نفسك، والإنسان على نفسه بصير. فهمت؟ فهنا ستنا أم سلمة عملت إيه؟ لما لقيت النبي قلبه هيتغير على الصحابة لحتهم، لحت الصحابة، خايفة على الصحابة من تغير قلب النبي عليهم لتتغير نعمة التآلف اللي بينهم، حيث أنهم إيه متآلفين مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مستغني عنهم، النبي ربنا حينصره لو لوحده، لكن هم اللي مفتقرين لاتباع النبي. فهمت بقى ازاي؟ لكن النبي منصور والله لو لوحده، مش ربنا بيقول له قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين؟ يعني معناه لو حرضت المؤمنين ولم يخرجوا قاتل انت لوحدك، يعني انت منصور لوحدك. فهمت بقى المساله؟ فقالت له ما شأنك؟ فقال عليه السلام أمرتهم فلم يفعلوا. فقالت رضي الله عنها إنهم لم يعصوك وإنما اتبعوك لأنهم اقتدوا بفعلك، ففعل أنت فيتبعون. فخرج عليه السلام ففعل ما أمرهم، يعني حلق ونحر ففعلوا، فكان كلامها رحمة للمؤمنين ولطفا بهم، لأنها أزالت ما كان وقع في قلبه من التغير أو الغيار أو الغبار، لينفع كل ده الذي منه يخاف الهلاك عليه. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها هنا، لأن ذلك رحمة وإزالة للهلاك. ستنا عائشة برضو أم المؤمنين، خايفة لحسن تفتكر أن ستنا عائشة ربنا برأها من الفعل، ولكن هي كانت فعلت ما يستوجب الريبة، فتقوم ايه تبرأها من الفعل لكن ما تبرأهاش من الريبة، فخايفة برضو عليك زي مثلنا مسلمة خايفة عليك. عشان كده حكت لنا الحديث ده قاعد بتحكي فيه لنص ساعة. فهمت ازاي؟ نص ساعة دي اللي بتحكي فيها الحديث، ولا الساعة دي بتضيع وقتها؟ بل مصلحتنا علشان تعرفك انك انت اصلا، هي اصلا ليست من اهل الريبة اصلا. فهمت؟ يعني هي لم تغير نعمة اقامها الله عليها، فايه فربنا ازال هذه النعمة وجات هذه الحادثة نكدت عليها. فهمت ازاي؟ انت ممكن تقول النكد اللي حصل لها لحد ما نزل الواحدة اكيد عملت حاجة تستوجب هذا، فربنا رفع عنها نعمة السكينة والعلاقة الطيبة بالنادم. ممكن واحد يجي بالو كده، لان ربنا لا يغير ما بالقوم حتى يغيروا ما بانفسه، فتظن ان هي غيرت ما بانفسها في تصرف لا يليق، فربنا رفع عنها هذا مدة حتى أتابت وأنابت. ممكن تظن ذلك. هي بقى خايفة ستنا عائشة علينا لا يجي طائفة تفكر. والعجيب إن اللي خافت منه ستنا عائشة قالته بعض طوائف الروافض. شفت بقى؟ حتى اللي خافت على ستنا عائشة منه وقع في بعض طوائف الروافض. فهم؟ ممن برؤوها من الفعل ولم يبرئوها من مظنة السوء. فهمت بقى إزاي؟ لكن احنا نبرئها من مظنة السوء ونبرئها من الفعل، الاثنين. هذه المسألة. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها هنا، لأن ذلك رحمة وإزالة للهلاك. وهذا إزالة للهلاك، الهلاك اللي ايه؟ ظن السوء بأم المؤمنين ده هلاك مهلك. فهم؟ والله لو عبدت الله ليل نهار وانت بظن السوء ومات المؤمنين ما هتستفيد. فهم؟ لو صليت للنهار وصمت طول عمرك وكل يوم تروح تعمل لي عمر ماشي، هتستفيد حاجة طالما في قلبك ظن سوء بالنبي أو ما تعلق بالنبي من زوجاته أو بآله الكرام ثم بأمته على العموم.
وعشان كده ربنا يقول ان بعض الظن اثم، دليل ان بعضه التاني مش اثم. طب وعد الظن الغير اثم ايه؟ هو ظن السوء في نفسك، ظن في نفسك السوء وظن الخير في الاخر، هنا يبقى انت ماشي كويس. طول ما انت بتظن السوء في نفسك وتظن الخير في الاخرين تبقى انت ماشي في الامان. لو عكست وقعت في السوء ليه؟ لان بقيت ابليس. ابليس يظن السوء بادم ويظن الخير بنفسه، فرفض ان يسجد له. انا خير منه، ازاي انا اسجد له وهو اسوأ مني؟ خلقته من طين وانا احسن منه بالنار. يبقى لما ظن بنفسه الخير وظن بسيدنا ادم اللي هو الغير هنا السوء، وقع في الازمه. يبقى اللي يظن في نفسه الخير ويظن الغير السوء ده مذهبه مذهب ابليس. فهم؟ امال المذهب المؤمنين الصالحين ايه؟ العكس. الانبياء يقولوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوف الانبياء يقولوا كده. الانبياء يظنوا في نفسهم السوء، هم معصومين، عشان يعلمونا انك انت تظن السوء في نفسك ولا تظن السوء في غيرك. يبقى الهلاك هنا ايه؟ ظن السوء في امهات المؤمنين. وهذا رحمة ووقاية من الهلاك الذي أشرنا إليه أولا، ومما يدل على أنها أرادت هذا الوجه أنها لم تقل شيئا ولم تفصح بالقضية كيف وقعت إلا بعد ثبوت عدالتها وتصديق مقالها من كتاب ربها. وحين لم يكن لها شاهد على ذلك لم تقل شيئا، وإنما كان قولها إذ ذاك فصبر جميل والله المستعان على نفسه. يعني ما حكتش التفاصيل القصة لحد ما نزل القرآن على النبي وبرأها، فابتدت تحكي بقى تفاصيل القصة، إنها راحت تقضي حاجتها والجيش بيتصرف والعقد انفرط ورجعت تدور على العقد فلم تجده، فلما عادت وجدت الجيش انصرف والدنيا ليل ولا تعرف الطريق، فنامت في مكانها. جاء صفوان بن المعطل وجدها أركبها الجمل، ثم بعد ذلك وصلت إلى الجيش مرة أخرى في الاستراحة الثانية. حكت التفاصيل دي إمتى؟ بعد ما نزلت براءتها. فهمت؟ لكن قبل ما تنزل برأيتها قالت ايه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر، على ما يأتي في آخر الحديث. وفي هذا دليل على أن المرء مأمور أن يدفع المعر عن نفسه إذا قدر على ذلك. يعني لو الناس ظنوا فيك سوء وأنت بريء، عليك أن تدفع المعر عن نفسك وتدفع عن نفسك. ومدافعك عن نفسك ودفع المعر ليس من باب تزكية النفس، لأن ربنا يقول لا تزكوا أنفسكم. تزكية النفس أنك أنت يعني ايه تصف نفسك بالكمالات، دي تزكية النفس المنهي عنها. لكن انك انت تدفع السوء عنك والقال السوء عنك دي مطلوبة. فهمت بقى ازاي؟ على ان المرء مأمور ان يدفع المعر عن نفسه اذا قدر على ذلك وكان له من خارج ما يصدقه، والا فالصبر والاضطرار. لو ما فيش بقى ما يدل على انك انت بريء وتدفع المعرة، يعني متلبس أمام الناس ومفيش أي شاهد، ما أمكش بقى إلا الصبر الجميل وربنا هو اللي يبرأك. لكن لو عندك شواهد قولها عشان تدفع المعرة عن نفسك. ستنا عائشة لما جالها شاهد البراءة من القرآن دفعت المعرة عن نفسها، فحكيت لها القصة من أولها لآخرها. فهمت بقى إزاي؟ وكان له من خارج ما يصدقه، وإلا فالصبر والاضطرار إلى الله تعالى لعله أن يكشف ذلك بفضله. وكذلك أيضا ينبغي أن يراعي حق إخوان المؤمنين فينفي عنهم كل ما يضرهم، فينفي عنهم كل ما يضرهم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أتت بالحديث لهذين المعنيين على ما تقدم. وقد حكي عن الأعمش، سيدنا الأعمش ده سليمان بن مهران، ده من علماء الحديث الكبار ومن رجال البخاري ورجل عدل عالم، لكنه أعمش. أعمش يعني عنده عيب في عينه. فروي عنه عن الأعمش رضي الله عنه قريب من هذا المعنى، وهو أنه كان يمشي بطريق فلقيه أحد تلامذته وكان أعور، فمشي التلميذ معه فقال له الأعمش يا بني اذهب فامشي وحدك. فقال ولما؟ فقال له الشيخ أعمش والتلميذ أعور فيقع الناس فينا يتريقوا علينا. أنا أعمش وأنت أعور، هنمشي قدام الناس هيتريقوا علينا، فأنت امشي لوحدك وأنا امشي لوحدك وبعدين نتقابل هناك.
عشان الناس ما تقعدش تتريق عليه. كويس. فقال التلميذ: نؤجر ويأسمون. ايه يعني؟ هيقولوا كلام احنا ناخد ثواب ما يعيبوا فينا ونصبر وهم يأسموا. فقال الشيخ: نسلم ويسلمون. نمشي لوحدك وانا لوحدي، هما يسلموا واحنا نسلم. ليه عايز تأثم الناس؟ فهمت ازاي؟ ادي التربية العالية. فقال الشيخ: نسلم ويسلمون خير من ان نؤجر ويأثمون. فاختار سلامة المسلمين وعمل عليها، ولم يرد ان يختص بالاجر مع دخول الاثم عليهم كما فعلت سيدتنا عائشة رضي الله عنها. اراحت المسلمين هذه المصيبة الكبرى التي قد كانت حلت بهم، وتركت الاجر لنفسها، لانها مهما تكل ما فيها كان لها في ذلك اجر. ثم في الحديث وجوه كثيرة من أحكام وأداب على ما يذكر بعد في تتبع ألفاظ الحديث إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله. لكن يكفي المقدمة دي اللي فتحها، والكلام اللي بيقوله سيدنا أبو جمرة ده ما يشعرش ويقدر يفهمه كويس إلا الأولية. علماء الزهر ما يعرفوش يقولوا الكلام ده من الحديث، لأن سيدنا أبو جمرة كان عالم ولي، فالأولية هم اللي يعرفوا يخترقوا من خلال قصص المعاني العميقة اللي من وراءها تكون سبب للحجاب والوصول إلى إيه؟ إلى غضب الله، حتى يحذرك منه. هذه المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. شيخنا بعد ذلك أي تفضل فيه. طب لما الحديث دوت موجود يوضح الصورة كاملة، طب الناس اللي بتحوط في السيرة دي لغاية الوقت على أساس إيه؟ على أساس إن هم ما بيعتمدوش على البخاري وعلى الرجال الحديث بتوعنا إحنا أهل السنة. يعني الروافض ما بيعتمدوش على علم الحديث بتاعنا، ليهم رجالتهم يعني كذبينهم بيعتمدوهم، وثقات أهل السنة يكذبوهم. فتيجي تقول له رواه البخاري يقول لك مش بصدق في البخاري. فهمت ازاي؟ دي المشير المواصلي. وحاول لك حاجة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيظهر على لسان كل انسان ما اضمره في قلبه من غل تجاه النبي او تجاه ايه امهات المؤمنين، وهم عندهم غل تجاه النبي ده. هم يذكروا سيدنا علي توقيرا اكتر ما يذكروا النبي توقيرا. فهمت بقى ازاي؟ لان دول سلالة عبد الله بن سبأ اليهودي. فانت مش فاهم، احنا قلنا لكم 100 مره مش عايزين تصدقوا ان في كثير من اليهود اسلموا ولبسوا العمائم وحفظوا القران وصلوا بالناس في المحاريب وهم يهود، عشان يدخلوا في وسط الاسلام حاجات ليست منهم. وانا قلت لكم كده اكتر من مره، وبكره تصدقوني لما اموت لو ما صدقتونيش الوقت. الإيرانيين دول هناك آيات الله اللي انت مش، الخميني ده يهودي في سورة شيعي، إمام كبير وهو أصله من سلالة يهودية. فهمت ازاي؟ وكذلك كل اللي، ولدرجة ايه؟ انه كمان بيسرقوا النسب، يقولك ده شريف، يسرق حتى النسب، يقولك ده منسب، ده حسني، ده حسيني، وهو لا حسني ولا حسيني ولا يعرفه. ما العبيديين اللي هم الفاطميين اللي حكموا مصر، ما قالوا احنا منسوبين لستنا فاطمة النبوية، يسمون نفسهم فاطميين، هم عبيديين يهود اسماعيلية، مذهبهم اسماعيلي باطني يهودي، ما لهمش اي نسب لستنا فاطمة، قالوا احنا الفاطميين. لما جم اهل مصر واشرف اهل مصر عارفين الانساب، قالوا لهم طب قولوا لنا نسبنا، قالوا لهم تعالوا اجتمعوا هنديكم نسبنا. فجابوا لهم ذهب وجابوا لهم سيوف، قالوا لهم نسبنا هذا وهذا، ادي نسبنا، يعني اللي هيسكت هن ايه؟ هنديله دهب، واللي هيتكلم هنقتله بالسيف. فاهل مصر غلابه سكتوا ولم يتبعوهم، سكتوا وعرفوا انهم ضلاليين وما اتبعوهمش لحد ما ربنا كشف الغمه ومشيوا وسلط عليهم صلاح الدين الايوبي قضى عليهم. بعد كام؟ بعد 400 سنه. فهم؟ يعني اليهود بيفسدوا في الارض من زمان يا جماعه، وانتوا مش دريانين. ولحد دلوقتي المذهب الوهابي وراء يهود، واخد بالك ازاي؟ والمذهب الرافدي وراء يهود، والمذهب الاسماعيلي الباطني وراء يهود، والقرامطة ايام العباسيين اللي سرقوا الحجر الاسود وراء يهود، ودولة اسرائيل اللي هي خدت فلسطين وسيطرت على القدس الان وراها يهود. فكل فساد في الارض وراء اليهود، وانتم مش مصدقين. وفي صور ناس مسلمين، ابو بكر البغدادي اسمه ايه؟ شمعون، اصله يهودي متربى في معسكرات امريكية، وبعدين طلعوه شريف حسيني
وحفظوا القرآن وربوا له دقنه وخلوه خليفة المسلمين في داعش، وهو يهودي يعتلي المنابر ويخطب ويقول قال الله وقال الرسول وهو يهودي. والمشكلة ان محدش الناس مش دريانة، مش احنا قاعدين نقرا القران طول النهار ويقولوا ايه وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. انت فاكر ان الطائفة دي كانت ايام النبي بس؟ ده في كل عصر في هذه الطائفة لحد ما يظهر الدجال. في كل عصر في طائفة من اليهود تظهر الاسلام وتبطن الكفر علشان ايه؟ تفسد الاسلام والمسلمين. الناس بتقرا القران كانه تاريخ، واحنا عايشين الفتن دي والقران بيحذرك منها، وانت بتفتكر ان الايات دي تاريخ ده ايام النبي، لكن احنا دلوقتي مفيش مشاكل. لا، احنا دلوقتي كلها مشاكل يا سيدي. اللي بيقول القران ده كانه نازل دلوقتي بيوصف الحاله اللي احنا فيها، واللي مش هيفهم كده مش هيفهم القران عمره. مش ربنا بيقول ايه ويسعون في الارض فسادا؟ فعل المضارع كده، ويسعون في الارض كلما اوقدوا نار الحرب اطفال، كلما يعني في كل جيل وفي كل عصر يوقدوا نيران الحرب والله يطفئها، ويسعون في الارض فسادا حتى ينزل سيدنا عيسى ابن مريم عشان يقتلهم ويريح الارض منهم. فانتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ بس ان كل الازمه اللي احنا فيها دي وراها يهود في صوره مسلمين. محمد بن عبد الوهاب نفسه من سلالة يهودية، هات لي نسبه تلاقي جده الرابع ولا العاشر تلاقي كان يهودي، فهم؟ وغيره وغيره. هقول لك ايه تاني، مش عايزين بقى نفتح، خلينا بقى ايه مستورين. لكن اي واحد خد بالك بيعيب في آل البيت ويعيب في النبي، اعرف انه هو ليس على ايه الطوية الحسن وليس على العقيدة الحسن. ومعروف أن الوهابية لا توقر النبي ولا توقر أهل البيت، والشيعة لا يوقرهم أهل البيت إلا 12 وكلهم حسينيين، وإن جبوا سيرة الحسن أبدا، كأن أهل البيت عندهم سيدنا الحسين بس واثناشر من ولاده وانتهينا على كده، والباقي ما لهمش دعوة بيهم. يبقى كل دول أوانطة يا عمي، كل دي أوانطة. ما عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم إيما إن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي آل بيتي لا يفترقان حتى يرد على حوضي. فانتمشي مع علماء آل البيت الموثقين، مش كل بقى من لبس عمة وقال لك أنا سيد وشريف يبقى سيد وشريف. هات لي نسبك، هيجيب لك الفلوس يغريك أو يجيب لك السيف يقتلك. بس زي ما عملوا العبيديين في أهل مصر، قالوا له أشراف مصر قالوا لهم كده إحنا عارفين مين المنسبين في كل البلاد، عارفين مين المنسبين، تعالوا تبطلوا أنتم فاطميين، تعالوا قولوا لنا نسب. كانوا علم في مصر، قالوا لهم تعالوا، قلنا تعالوا، وحضروا لهم بقى السيف وحضروا لهم الدم، وقتلوا بالفعل بعض الأشراف في مصر لما مرضوش يبصوا. قالوا لحد السيف بنخاف منه ولا الدهب هناخده، وقلتوا ضلالية. قالوا الضلالية، طب تعالى حوريك الضلال، راح دبحوك. فهمت ازاي؟ فالباقي سكت، والباقي هاجر، والاخر يبقى بعضهم سكت وبعضهم قتل وبعضهم هاجر وراح للمغرب اقصى المغرب. فهمت ازاي؟ القصة ما بنقراش تاريخ. انا عامل لكم ايه طيب؟ خلينا نصلي احسن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. هو في فرق بين الافك والبهتان؟ الافك قلب الحقائق، والبهتان انك انت تفتري شيء لم يحدث اصلا، فهو نوع منه، نوع منه. والزور هو يعني نوع منه، يعني كلها ظلمات فوق بعضها البعض، فهم؟ لكن اصل الافك هو ايه؟ قلب الحقيقة. فهمت ازاي؟ او اختلاق كذب. فالزور اختلاق شيء ما حصلش، لكن الافك قلب حقيقة. فهمت ازاي؟ يعني يفسرها بتفسير مخالف. ادي الحكايه، ربنا ينجينا يا سيدي. لو عايزين تعرفوا مين اليهود اللي في سوره مسلمين الان، اقولها لكم في قاعده خاصه مش متسجله. يا عم الحاجات دي مش هتتذاع يا عم، بقى هيقروا الكلام ده، هيسمعوا الكلام ده، يقولوا لك اوعى تقول، اوعى تقولها الشيخ ده اصله هيعمل لنا مشاكل سياسيه.